ما تيجوا نبص بس. المعلم حليم والمعلمة أحلام. حليم آخر مرة كان مزعل مراته، حب يصالحها ويراضيها، فراح جاب لها شوية زلابية وشوية انجلش كيك، باين شوية حلويات يعني، معرفش بقى اللي ورا هناك ده ايه اللي جنب الزلابي ودي، ده باين شوكولاتة، صوص شوكولاتة علشان خاطر ايه يغمسوا الزلابية والكيك وكده يعني. هو حابب يراضيها لأن آخر مرة مزلطها كان بيضة. طب ايه ده؟ ده في عظم يا ولاد، ده الموضوع ما طلعش حلويات، ده طلع لحمة. طب والمرة دي حليم بياكل نفسه مفتوحة يا لا ده لا، بس دي لحمة برضو، بس لحمة ايه؟ ده هي. المهم معانا المعلم حليم، راح هزم مراته وقال حب يصالحها، فجاب لها شوية لحم خنزير يدلعها وهي هشتكي علشان خاطر ترضى عنه، علشان بعد كده ما تسرقوش تاني، لانك اخر مرة كانت سارقة منه كام؟ 20 جنيه. فطبعا بالهنا والشفا، ودي كانت احلى عزومه هو عملها لها، واحلى حفله ان هو يرضيها فيها. بس قولي لي يا احلام، يعني انت مرضيه دلوقتي؟ يعني الحمد لله. انا بكلم احلام يا حليم، بس انا ما اسيبك، بس انت حليم يا هاتي، بس انت تاكلي خلاص يا عادي. احلام بيضحك عليك بحته لحمه يا هبله عبيطه، وكمان بتديله ما شاء الله ما شاء الله، بيعشقوا لحم الخنزير الناس دي، مش عارف ليه. اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا يا رب. انا ما بقولش حاجه، انا كلمتك. انا انت بتقولي ايه؟ البت دي هتكون بتشتمنا يا جدعان. انت يا بنت انا بكلم الناس عندي، انت مالك؟ كلي بس انت يا اختي، كلي 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 انت. انا عارف ان ده عظمه بتورينا العظم، بس ده ايه المدور ده؟ زلابيا ده؟ ايه ده زلابيا ده ولا زيتون ده ولا ايه ده؟ لا انا مش عايز مش عايز. بالهنا والشفا انت بيضحك حليم بيت، انا مش عايز.